استاذ عادل، قبل الفاصل حضرتك بتتكلم عن الصحافه وان بقى في متغيرات في ادبيات السياسه الدوليه ما بقتش مستوعبها الى حد بعيد، وبتتعامل بانماط قديمه اذا جاز التعبير. فكان سؤالي لحضرتك، ما هو ده ارث من جيل حضرتك. يعني انا مستعد اعترف لك انه ارث، مستعد اعترف لك بانه ما هو اسوأ من الارث كمان. يعني عندما يذهب مجموعه من محللين اساتذه العلوم السياسيه اللي بيشتغلوا في الجرايد الكبيره في الفيرمونت، خد بالك، ويجري خداعهم، فكيف ممكن ان تجرؤ وتستمر في التحليل والكتابه؟ خد بالك ولا ايه؟ عندما يذهب كاتب كبير جدا كونه ننحني له. حضرتك تقصد الاستاذ هيكل؟ استاذ هيكل. وانا مش عايز اتكلم في الموضوع ده الحقيقه، لانه انا كنت مندهش ليه؟ لانه الحقيقه الاستاذ هيكل يعني له فضل علينا كلنا بالقطع. علمنا طريقه الكتابه السياسيه الجديده، علمنا حاجات كتيره جدا، علمنا اساليب الحصول على المعلومات. ولكن في نفس الوقت لازم تستغرب، علاقتكم ملتبسه اذا سمحت لي يا استاذ عادل. يعني في فتره من الفترات حضرتك والاستاذ هيكل في حاله تقارب قويه جدا. حضرتك فتحت له مجال الكتابه في وقت من الاوقات في التسعينات في فروز اليوسف، ثم بعد كده ابتعاد، ثم تقارب، ثم هجوم داري حتى بعد ثوره 30 يونيو. فاكر ان انا شفت حضرتك حوار كنت بتهاجم الاستاذ هيكل انه ما زال يحاول ان يلعب دور بعد ثوره 30 يونيو. هو الفراق الذي كان بيني وبين الاستاذ هيكل سبب الاخوان المسلمين. يعني الموقف بين حضرتك وبين الاستاذ هيكل موقف سياسي او خلاف؟ مش اي حاجه ثانيه. خلاف سياسي؟ مش اي حاجه، مش خلاف سياسي. انا في فتره، خلي بالك الفتره دي، ارجو انك تسترد ذاكره الرعب في الفتره دي. طبعا ذاكره الرعب ان كل الناس مطلوبه، وكل الناس مهدده بالاعتقال، كل الناس مهدده بالاغتيال، كله متحاصر، كله متحاصر، كله اللي حصل في مدينه الانتاج الاعلامي، ثم انه كل ذلك، ثم ان يخرج الاستاذ هيكل ويتحدث عن انهم قاعدين في جماعه فهم معاهم، وجبهه الانقاذ عليها تتفاهم معاهم، وهذا الكلام كله معروف ومنشور ومش جديد. تمام، لماذا تذهب في ذلك الوقت الى الاخوان وتناصرهم في هذا الوقت؟ يعني واخد بالك، انا حاجه مش فاهم. في الوقت دون احنا كنا بندفاع عن الاخوان، ليس دفاعا فقط في اختلاف عقائدي ولا اختلاف تصوري للموضوع، ولكن ايضا حمايه لهذه البلد اللي كانت هترجع 300 سنه ورا، وهترجع. يعني الكلام ده برضه مفهوم، انا مش عايز اكرره، لكن في النهايه لم يكن موقف الاستاذ هيكل موقفا سليما في هذا الموضوع. حصل حوارات بينه وبينه الاول، ثم بأدب شديد جدا نشرت بعض المقالات فيها تساؤل، واخد بالك؟ هو ما ردش كالعاده. واعتقد هي المشكله ان هو ما ردش؟ هو لو كان هناك عنده شيء رد كان بيرد، بس وقت متأخر وفي وقت تالي يعني. لكن ده على كل حال، دي المشكله. المشكله هنا ايه؟ زي ما انا قلت لك انه احيانا في اخطاء كبيره جدا اللي بتقع فيها الصحافه، لانك عندما تتصدر الى مصير امه ومصير وطن فعليك ان تكون متروي، وعليك ان تكون محافظا. انا ما بقولش عليك تكون جامد، لكن انا ما اعتقدش ان في حد من الذين ذهبوا يتحاوروا في موضوع الفيرمونت قبل توزيع المناصب ما يعرفش تاريخ الاخوان طبعا، وما يعرفش فكره التقيه، وما يعني ما اعرفش البلد رايحه على فين مع الناس دي. يعني هنا بقى دورك انت الحقيقه في الدفاع عن البلد والدفاع والاخذ الموقف السليم ايا كان الموضوع. لا ندعي البطوله باثر رجعي، ولكن كنا في ذلك الوقت واخدين موقف واضح جدا ضد الاخوان في كل الميديا اللي كانت بنتعامل معاها. حصل ان انا رفضت دعوه القصر الاتحادي 4 مرات، يمكن 5 مرات، مره بصفتي بشتغل في التلفزيون، مره بصفتي رئيس تحرير، مره بصفتي اللي اتكلم قال يعني ان انت عندك زملائك تلامذتك، قلت لهم زملائي، يعني ازاي انا اثر فيهم الى اخر هذا الكلام. تسمح لي استاذ عادل، يعني ولا لان الاستاذ هيكل اخذ زمنه وزمن غيره صحفيا؟
حسين عبد القدوس كان بيقول لك استاذ هيكل دائما يذهب للراس الكبيره، يعني فاهم ازاي؟ يعني ما يدخل على ما اشتغل فتره في فوز اليوسف على طول على فاطمه اليوسف، قدر يوصل لدماغ جمال عبد الناصر، وصل لدماغ السادات، ولما اختلفوا اتقلب الموضوع. كل الذين جاءوا بعد السادات بقوا محذرين جدا من الاستاذ هيكل بعد خريف الغضب، على اساس انه عندما اذا قربته اكثر من اللازم ثم ابعدته فهيكون مصيرك مثل مصير السادات في خريف الغضب. فكثير من الاحيان فضل مبارك على سبيل المثال ان يتعامل بحياد شديد جدا مع الاستاذ هيكل. ولكن عايز اقول لك حاجه، طبعا احد اسباب خروجي من روز اليوسف كان علاقتي بالاستاذ هيكل. يعني دفعنا ثمن، وفي اهداء هو كاتبه لي على كتاب المفاوضات السريه بين العرب واسرائيل الى صديق فلان الفلاني، رفيق مشاكل لا تزال تجرجر ازيالها. هذه المشاكل على سبيل المثال ادت الى انه لا ينشر كتابه المفاوضات السريه في الاهرام، وانا بشهد انه رجع الربع مليون جنيه اللي خدوه من ابراهيم الاهرام للنشر الصحفي. الاستاذ ابراهيم نافع الاستاذ ابراهيم نافع رحمه الله عليه، رحمه الله عليهم جميعا. ويعني رجع المبلغ اللي خده، ثم راح بعد كده الى دار الشروق وتعامل مع دار الشروق. فالقضيه هنا قضيه ان انت مهما اختلفت مع هذا الرجل يصعب ان تلتقط كلمه واحده مما كتبتها يمكن ان تكون متجاوزه. وكل اللي انا الاسئله اللي طرحتها عليه هي اسئله ماخوذه مما كتبوا ومما قالوا. استاذ عادل حضرتك يعني قدر الاستاذ هيكل لحد اخر يوم في حياته كان ليه حضوره طبعا ليه تاثيره طبعا. اذا تحدث الكل ينتبه، مفيش جدال، مفيش استثنائية، مفيش جدال طبعا. هو حاله استثنائيه، والخلاف هنا هو ما قبلوش، يعني هو اللي ما قبلش الاختلاف. يعني حصل مره لما جه اوباما هنا وبدأ الأستاذ هيكل يتحدث عن بعض المعلومات، تصادف أنه أنا تناولت العشاء مع الشاب اللي كتب خطاب أوباما، وكان مجموعة من الناس وأساميهم يعني لو يعني مش محتاجين نحن نقولها، لكن هذا الكلام يمكن إثباته لو حد أنكره يعني. والراجل بدأ يحكي لنا قصة الندوة اللي أو الحوار أو السبيتش اللي قاله في جامعة القاهرة، وليه ما اختارش، ليه اختار القاهرة ما اختارش دولة تانية، وقال مش عارف ايه وايه وايه وبتاع، وفي كلام على انه تناول الطعام او ما تناولش الطعام وبتاع. المعلومات التي ادلى بها الاستاذ هيكل يعني يبدو انها كانت معلومات تقديرية، في حين المعلومات اللي انا قلتها انا عادة بنسب المعلومات لصاحبها، ولكن يعني خوفا على الراجل من مصيره وقلت انه يعني في وجود شهود فلان وفلان وفلان احد الشخصيات المرافقة للرئيس قالت لنا كذا، وكان مختلف مع الاستاذ هيكل. قلت انا تتخيل عشان انا اختلف مع الاستاذ هيكل وقتها قعدت قدمت يجي مثلا ايه 500 كلمه عشان اقول له يعني خلينا نختلف. طب انا عملت مع حضرتك كده على فكره، عملت مع حضرتك كده على فكره. لا وده تقدير واحترام. قدمت 400 كلمه قبل ما اختلف مع حضرتك. فهنا ده اللي انا بقصده، لا يزال انا لم اكن اتمنى ان يكون بيني وبين الاستاذ هيكل شيء، احترام غير طبيعي لهذا الرجل وتقدير غير طبيعي لهذا الرجل، و كنت اتمنى انه الخلافات تتحول الى حاجه ايجابيه، ولكن